شنو هو نقول الزبدة لك تاعها. الاخ عماد في النقطه هذه برك ومن بعد نعاود نرجع لك الكلمه. فيما يتعلق بهذه النقطه هذه اللي انت درك اثرتها، هذه درك غالبيه نتاع الشعب هي تتمنى، فهمت؟ تتمنى هو ان يكون هناك تغيير، تتمنى هو انه يروحوا كما قلت انت يروحوا كامل. لكن يا هل ترى واقعيا انت قادر تجسد هذيك كما نقولوا الامنيه نتاعك؟ تتمنى انت هو انه يروحوا كامل، تتمنى كل يكونوا كاين رجال صالحين ويكونوا ناس في المستوى ويكونوا ناس نزهاء وناس اكفاء وناس عندهم مستويات جامعيه، وتتمنى انت باش تكون الجزائر جنه كما قالها شهريوات، وتتمنى وتتمنى وتتمنى. ولكن يا هل ترى انت راك قادر على جلب باش تجسد هذيك الامنيه نتاعك؟ ويا هل ترى عندك انت، لانك انت تتمنى، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا هل ترى انت راك انت في المستوى نتاع التغيير؟ يا هل ترى انت راك قادر تغير؟ واش قادر تدير؟ مرات تلقى مثلا انت يجي واحد يشارك لك في حاجه مبادره، في ما على باليش انا، في مشروع، في كذا، تقول له انت واش قادر دير؟ يقول لك نعاون. ايه نعاون نعاون نعاون، اوكي تعاون. واش قادر تعاون؟ واش قادر تعاون؟ ما كانش. واش قادر تعاون؟ ما عندوش. هاو كيف تعاون انت؟ صح كيف تعاون؟ صحيح. تحوس انت درك انت هذا النظام، انت راك تشكي من التخلف نتاعو، تشكي من الرشوه، تشكي من الفساد، تشكي من الحقره، تشكي من الظلم، تشكي من بني عميس، تشكي من افات مختلفه. ولكن يا هل ترى انت راه عندك القدره على جلب باش انت تغير هذيك الاشياء؟ ما يكفيش هو انك انت دوك انت تخرج للشارع، من حقك انت باش تخرج وتحتج وانت تغضب وانت يا ترفض مليح، ولكن يا هل ترى انت راك مستعد لهذاك التغيير؟ يا هل ترى انت راك درت له الوسائل ولا درت له الكيفيه على جلب باش انت تجسد انت هذيك المطالب ولا هذيك الاماني نتاعك؟ تتكلم له تقول له مثلا اشرح لي الخيارات نتاع التغيير، ما على بالوش ما على بالوش. تغير النظام، كيفاش تغيره؟ باش يقول لك هكذا، يروح نص ويقعد نص. كيفاش؟ كيفاش انت يروح نص ويقعد نص؟ كيفاش؟